ما انا كابتن. بص انا مش طالع حلقه علشان اقول ايه والله يا جمال علام ده فاشل ومش عارف خالد درندلي ده فاشل ولا كلهم ناس واصدقائنا واصدقائكم كلهم طبعا. حبايبنا واخواتنا وكل حاجه، ولكن انت هنا حضرتك بتتكلم عن بلدك طبعا، ما تتكلمش عن حاجه تانية. بنتكلم عن اخفاء، ولكن انا عايز اقول احنا عندنا اخفاق وعندنا 1 2 3 4، ولكن ما هي طرق الحل وهي الاهم؟ صح. مش هبدا الحلقه وهسيب ان طرق الحل في اخر 3 ثواني في الحلقه. لا. كل واحد يقول كلمتين ولا كيف العجنة. لكن الاساس بالنسبه لي طرق الحل، كلهم اساتذتنا وكلهم اخواتنا وكلهم كل حاجه. كويس ان احنا ابتدينا من النقطه دي، من النهايه، لان احنا لو فضلنا بالشكل ده ان احنا يبقى هو الحل بتاعنا ان احنا نغير الاشخاص، هنفضل كده على طول. بالزبط. يعني يجي اتحاد، انما احنا بندور على الاهم بقى من كده، ان يعني لازم اللي انا ارجو ان احنا نتناقش. انا يعني مش عايز الف الدور، لكن انا ارجو ان احنا نتناقش. يعني انا مثلا في نقطه الكابتن حشيش دي، لا ممكن تغيير الاسماء يجيب لك، لانه كل واحد ولا وجهه نظر. انا بشوف ان انا وانا قاعد هنا افتح النقاش للكابتن بلال يخش، محمد استاذ محمد، كل واحد فينا يتكلم، واحد يقول لك لا انا همشي بالدور، كل واحد وطريقته. تمام. انا اقصد ان مش هو تغيير الاشخاص اللي هينجح المنظومه. التغيير مطلوب عشان الناس تيجي، بس الناس اللي تيجي لازم عشان تنهض بكره القدم المصريه لازم يبقى في مشروع لكرة القدم المصرية، مش كل حاجة تغيير. أيوة. ويجي ناس مين هيحطها يا كابتن؟ هو لازم الأشخاص هي اللي هتحط المشروع. ما هو النهارده بص، أنا من كلام محمد هو قال إيه؟ قال انتقينا الدكتور أو الطبيب اللي كان في يعني واحد اللي جابه في مصر. فأنت لازم هي الأشخاص هي اللي هو في الأساس. يعني كابتن محمد الأمين ده هو رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد. كابتن محمد طبعا هل له يعني حاجات كتيره في كره اليد؟ ما انا ما كملتش اسلام النقطه الجزئيه دي. انت لما يكون عندك مشروع، ما انت لازم تجيب الناس اللي تقدر تنفذ المشروع طبعا. ده ما هو من وجهه نظر مين؟ الناس الناس اللي تقدر تنفذ المشروع ده لازم يكون فيهم ناس على مستوى اداري عالي جدا جدا وخبرات اداريه، فيهم ناس فنيين جدا. انت بتتكلم على اتحاد الكره نفسه؟ طبعا اتحاد الكره، ما هو اتحاد الكره المنوط بتنفيذ المشروع ده. بس اتحاد الكره كده فاضل له 9 شهور لازم هيكملهم، ملهاش علاقه الا لو قدموا استقالتهم، وانا عارف ان ما حدش هيقدم استقالته. يعني حازم بس هو اللي مش بيفكر، هو رايح ان هو يقدم استقالته، ولكن يعني الباقي كله لا، فبالتالي الاتحاد هيكمل. سواء اللي موجودين هيقدموا استقالتهم او هيفضلوا قاعدين او هيبقى في تغيير في شهر 8 او كده في الانتخابات اللي جايه، القصه مساله مشروع. مش عيب ان انت تشوف الناس، طالما انت في اخفاقات بقى لها فتره معينه ورا بعض اخفاقات، طب ما انت ما تشوف المشروع ده البلاد الاقل مننا ونجحت وعدتنا، خد تجربه منهم. لو ما قدرتش تاخد من بره، ما تاخد من مصر هنا نفسها. في على المستوى الاداري الناس كلها شايفه ان انجح منظومه رياضيه في مصر هي النادي الاهلي. شوف اساليب النادي الاهلي في الاداره عامله ازاي. لما تيجي تشوف النواحي الفنيه، شوف التجربه بتاعت اتحاد كره اليد. لسه كنا بنتكلم من شويه على كده، دكتور حسن مصطفى عمل سياسات وعمل مشروع لكره اليد المصريه، مش من الناحيه الاداريه بس، لا ده من الناحيه الفنيه. وهو عشان راجل اساسا لعيب كره يد وتدرج في المناصب كتير. طيب. فهو عارف. انا اقصد ان ايه، يعني انت لازم الناحيه الاداريه مع الناحيه الفنيه، ما تجيبش ناس فنيين بس او اداريين بس.